أرديك أوجه الرئي نتيجة امتحان ذا قرن إيوقوي بري كينيا أيا كسو جيدا تيرين ديندي أو أه توليير إيكوتا لكاونتي غتانا ريفا وحين أجرتا كونتون كيلومتر مغالا ذا غاريزا دادكا ديغانكا إي قويسكا ويلكا أيا فرحد وين كموقتي مركي نتيجة عبدالرساق يوسف هلين أرديك ايام امتحانك قرن او لو يقان KCSE كسمي دوكسيغا سر اي غاريسا وحونا هلي بونددا اي ميناز او اه تدواتني افر نبعود تولد ايام مرقر اه اسكو بدشي دبالدك ايو صعب ايو هيسو عبدالرساق ايا شيغي ان اينا جيرن هب فضود او قول لغو قارو وحو شيغي انو دادال هالكن كو قاري الهي انكا شده او كدبنا ان دادالي معلمين تانا انا لشيقيناي ايو دادال انا امادو اها ارضايدا محاو شيغي لها اني دادالان دادال ليراد اني موجيان ننكا مش صوغة لمتيان جوانين ادك وحقش لما لها معلمين تا هكا شدان سفعنا أغرستان كدي من سفعنا يباس دوانا أباها عبدالرساق يوسف جيرو عبدالله أياكو فرحسان إنو ويلكي سيهاي متكا مدأه أرديق أغو وناكسان وحوكا عدسادي إني دولد دا كعاوسا ويلكي سان إن عوح برشادة جامعة دا آدي آد بانو فرحي محان آدو جعلان لها دي هيد لهلو عانو جي جامعة في عان لقيو ووح في عانو كسوا برطو إلا عنو جوحو برتون بقى معرتي هدو عاقبة ونقن ودت كيس نحوق جلي كرا يدت كيسة دوكسي جسر إيه جارسة أيا كمد أه دوكسيا هسر إيه نتيجة ونعكسن سنديه لصون أفي قبل كان وقوي بري ما مولها دوكسي عبدي مولد عبدي أيا شيء إن نتيجة أهد عدالة إنكستو عاقبة دنا عم على الأنتا أي جرتي kufra xasan la runti imtixaanka in isan loo adkeeyo khiyaanada laga joojiyo oo meelaha maartay musulmaasoo laga joojiyo waxa yaray meeshii carurtaanada ay ka wayn jireen jaamacada waxa yaray 200 ee ba iskuulka soo bixay 200 ee kala iskuulka soo bixay ilmaha anaga B plus B haysteen meel waxay helayaan male hadda maanta waxaan arkaynaa ilmaha anaga hadii 20 ama 70 kun ay helaan B an abaf jaamacadaha ay ku xorrayaan yani. Average ka ama percentage ka annagu korba u kaxay aad u dadaala aad maartay discipline kin usoo khasar oo qaada waad guuleysanaysaan maartay waa imtixaan ka dib waxa weeye nin kastaba leen baa lagu taagan yahay leen kama hormaray haddii aad dadaashin waxaan leen aad u dadaala discipline kan aad u ilaaliya waalidintan waxaan leen lahay aad maartay ilmaha maartay iyo macallimiinta oo la shaqeeya isbeddelada cusub uu keenay wasiirka waxbarashada Fred Matiang'i ee looga hortagay imtixaanaadka la qashaayo ayaa aad loogu soo dhaweeyay gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Saalax Maxamed RTN Garissa